إعلان لإيواء النازحين والذي يسع ل 1500 عائلة. وأكد محافظ كركوك تهيئة موقعين آخرين لإنشاء مخيمين جديدين للنازحين إلى جانب السعي لإعمار هياكل لإسكان النازحين ضمن مساعي الإدارة للتخفيف من معاناتهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تقديم المساعدة للنازحين في كركوك. وبين الدكتور نجم الدين كريم أن الإرهاب الأعمى يستهدف الجميع على حد سواء، فهو لا يفرق بين قومية وأخرى أو طائفة أو مذهب وآخر، مشددا على أن التكاتف والعمل المشترك كفيل بهزيمة الإرهابيين. في كلمة افتتاحية داخل مخيم ليلان لإيواء النازحين، شكر محافظ كركوك أهالي المحافظة لسعة صدورهم واستقبالهم النازحين من مختلف المحافظات، مضيفا أن الذي تم العمل عليه إلى الآن هي من جهود إدارة المحافظة، لم تقم الحكومة الاتحادية بمساعدة إدارة المحافظة في شيء، داعيا الحكومات المحلية في المحافظات المحتلة من قبل إرهابي داعش أن يقوموا بمساعدة نازحيهم في كركوك، كاشفا عن العزم على تخصيص موقعين لإنشاء مخيمات أخرى للنازحين مع كرفانات لهم، شاكرا قوات البيشمركة لنضالهم ومحاربتهم إرهابي داعش والدفاع عن كركوك وأهلها. أنا أشكر مواطني محافظة كركوك لاحتضانهم للإخوة النازحين المحافظات الأخرى. محافظة كركوك تعرف معنى النزوح والتهجير والترحيل أكثر من أي مكان آخر. نحن ذقنا هذه التجربة المرة في السنين الماضية عندما رحلت مئات الآلاف من مواطنينا إلى أماكن غير أماكنهم الأصلية، فنحن نعرف معاناة النازح أكثر من الآخرين، ونحن نعرف العبء على محافظتنا التي لم تستلم أي مساعدة من الحكومة الاتحادية إلى اليوم ولا دينار. كل ما نعمله هي طاقة المحافظة، ونحن هيئنا المكان لمخيمين آخرين وفي صدد ترميم الهياكل في منطقة أخرى لإسكان النازحين. طبعا النازحين يتطلعون إلى اليوم الذي يتمكنون من الرجوع إلى منطقتهم والمعيشة في بيوتهم، ونتمنى أن تصل رسالتنا إلى بغداد بالنسبة لمساعدة النازحين، مساعدة محافظة كركوك للنازحين. العبء على كركوك كثير جدا، ونطلب من محافظات صلاح الدين والأنبار وديالة ونينوى الذين أتوا مواطنيهم إلى محافظة كركوك بأن يخصصوا مبلغ من التمويل الذي استلموه أو سوف يستلمونه إلى كركوك لنتمكن من مساعدة ذويهم الذين يسكنون في كركوك حاليا. نحن نحيي قوات البيشمركة، قوات البيشمركة لولا قوات البيشمركة لم يكن بالإمكان أن نكون هنا في هذا المكان، كان داعش البيشمركة. فأنا أحيي قوات البيشمركة، وأريد كما ذكرت في اجتماع الدوائر وفي اللجنة الأمنية أن البيشمركة باقون هنا، وكل من يريد التماس بالبيشمركة سوف لن نقبل ذلك من أي شخص. ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق قال أن النازحين بطبيعة الحال يلوذون إلى أماكن آمنة، فكركوك تعتبر ملاذا آمنا لهم، مضيفا أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد نزوح أعداد كثيرة أخرى بسبب الحروب. I mean that the conflict in Iraq is not over. There is still fighting every day and there are still as a result. قصدت في كلمتي أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد نزوحا كثيرا، لأن الحروب لا تزال قائمة في الأنبار وصلاح الدين وغيرها، ويجب على الحكومة الاتحادية أن تبسط سيطرتها على تلك المناطق. وأقول أيضا أن استقبال النازحين من مختلف المناطق من قبل أهالي كركوك هي رسالة إلى العالم أن محافظة كركوك مكان آمن، وأهل هذه المحافظة هم أهل جود وكرم.
مدير دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك قال أن اليوم تم افتتاح المخيم الذي يأوي 1500 عائلة على أرض تم تخصيصه من قبل محافظ كركوك، وقامت دائرتهم بتوزيع منحة المليون دينار على دفعة أولى بانتظار الدفعات الأخرى في هذا المخيم. بالتنسيق والتعاون المشترك بين مفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR وبإشراف المباشر من سيد المحافظ المحترم الدكتور نجم الدين رئيس اللجنة الفرعية في محافظة كركوك لإيواء وإغاثة النازحين، قمنا بتخصيص أرض 100 دونم في ناحية ليلان كمرحلة أولى لإنشاء مركز لإيواء النازحين. واليوم كان افتتاح هذا المخيم. المخيم تضم 1500 عائلة نازحة، تضم 1500 خيمة تسكن فيها حاليا 1500 عائلة. وفي بدورنا قمنا بتقديم المساعدات الغذائية والمنزلية مع توزيع منحة المليون دينار المخصصة من الحكومة المركزية. أما مدير ناحية العلم في محافظة صلاح الدين وخلال المؤتمر الصحفي قال أن أهل كركوك فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم للنازحين، داعيا الحكومات المحلية في المحافظات التي تشهد تدهورا أمنيا ونزوحا فيها أن تساعد إدارة محافظة كركوك بسبب الضغوط الكثيرة عليها. كل ما نستطيع أن نقوله هو نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام إلى أهلنا في كركوك حكومة وشعبا، وكل ما نقدر نقوله هو قليل في حقهم، لأن فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم إنه وشالوا مستلزمات بيوتهم وطوناها لبيوتنا حتى يسدون ما نحتاجه إحنا. لكن كل ما يقدم للنازحين واللاجئين مثل ما تفضل السيد المحافظ هو ما راح يعوضك عن سكنك وموطنك اللي كنت عايش به. الأعداد كبيرة جدا هائلة، ما يقارب 70,000 عائلة نازحة، يجوز 400,000 إلى 500,000 شخص موجودين حاليا فوق كركوك. هذه كلها إمكانيات تحتاج جهود استثنائية مضافة إلى جهود محافظة كركوك اللي إمكانياتها محدودة. فنطلب بهذا المناسبة من خلال وسائل الإعلام خلال هذه المناسبة من حكوماتنا في صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالة وبغداد أن تدعم محافظة كركوك من مواردها الطبيعية من ميزانياتها المخصصة لها لدعم النازحين. هالغورد حسن، فضائية كركوك.